مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في قناتكم قناة خبير في يوتيوب. الرجاء من الجميع الاشتراك ودفعي جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك كي نستمر ونقدم العروض الأفضل. لدينا اليوم شرح محاكي تشغيل ألعاب الكمبيوتر على الجوال، تابعونا حتى النهاية ولا تنسونا من دعمكم، حياكم الله جميعا. طبعا هذا البرنامج هو وين ليتر فروست، برنامج جدا رائع، الأصدار الثامن، مميز طبعا وسهل التركيب ولا يحتاج أي شيء. طبعا ممكن تشغيله على الأجهزة المتوسطة والأجهزة القوية، الأجهزة الضعيفة أو متدنية القدرة طبعا لا تستطيع تشغيل الألعاب بشكل كامل، يعني ممكن تشغيل الألعاب البسيطة، ولكن الألعاب الضخمة والقوية لا نستطيع تشغيلها لأننا نحتاج إلى معالج قوي ورامات قوية ومواصفات قوية. في البداية قوموا بالاشتراك في قناتنا في يوتيوب الثانية وأيضا جميع برامج التواصل كي نقدم الدعم والمساعدة للجميع. طبعا نقوم بفتح البرنامج، يفتح لدينا بهذا الشكل كما تشاهدون. نذهب إلى الثلاث نقاط في الأعلى وندخل إلى الإعدادات في هذا المكان Setting. هذه خطوات مهمة سأتكلم عنها بشكل سريع. طبعا الخطوات الأولى هنا بالنسبة لسرعة المؤشر، وهذا الخيار طبعا ممكن اختيار أوتو وممكن اختيار هذا الخيار، سأختار هذا الخيار أنا. وهذه الإعدادات طبعا نختار أقوى شيء، وبالنسبة طبعا لهذا الخيار أيضا نختار الخيار الأخير وهو المسؤول عن سرعة المعالج طبعا والأداء. ثم نضغط على زر الصح الموجود في اليمين ونعاود الدخول إلى نفس القائمة، وهذه طبعا هنا هي قائمة إعدادات التحكم. طبعا ممكن إضافة جوستيك أو قبضة أو ممكن اللعب بالكيبورد والماوس، يعني هذه الأمور اختيارية. طبعا ممكن إضافة الأسماء في هذا المكان وتعديلها بالأعلى، نختار هذا الاسم مثلا ونضغط على الزر الأزرق بالأسفل وهو طبعا لتركيب الأزرار وتفعيلها على اللعبة كما تشاهدون. هذا زر التوجيه ممكن طبعا تغييره عن طريق تحديده بالبداية ومن ثم الضغط على الضبط، وطبعا ممكن تغيير الأشكال كما تشاهدون. وطبعا هذا السطر الأزرق هو المسؤول عن حجم الزر، يعني تكبير وتصغير كما تشاهدون بهذا الشكل. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا الF هو مهم جدا بهذه اللعبة، F1 وF2 وF4 وF3، هذه الأزرار جدا مهمة بالنسبة للعبة مورتال كومبات كما تشاهدون. طبعا هذه طبعا أنا مفعلها بالنسبة للقبضات كما تشاهدون، ممكن توصيل قبضتين على الهاتف عن طريق الـ USB أو البلوتوث، يعني هي اختيارية حسب كل جهاز موجود لدينا. نضغط على زر الزائد موجود بالأعلى. طبعا السطر الأول هو المسؤول عن الاسم، يعني ممكن تسمية الويندوز بهذا الشكل مثلا. هذا بالنسبة طبعا الخيار الأول، سنتكلم بشكل سريع ومبسط. نعود بالصعود إلى الأعلى. طبعا هذا المسؤول عن حجم الشاشة، سأبقيه كما هو 800x600، ممكن تغييره طبعا. وهذا طبعا المسؤول عن المعالج، طبعا هذا جهاز معالج سناب دراجون ولكن سأختار المعالج الثاني هو أفضل، وممكن طبعا تغيير في هذه الخيارات الموجودة هنا، يعني خيارات المعالج والخيار الثاني هذه طبعا اختيارية ممكن تغييرها حسب اللعبة وتحديدها حسب اللعبة. خيار الـ FPS نقوم بتفعيله، وبالنسبة لكرت الشاشة نختار أي كرت شاشة طبعا، يعني متقدم أو قوي قليلا. والخيار الأخير هنا 4 ميجا، وهذه خيارات كما هي تبقى. وبالنسبة طبعا لباقي الخيارات نذهب إلى جهة اليمين كما تشاهدون، هذه خطوات مهمة، هذه كما هي وهذه كما هي. طبعا هنا الخطوة مسؤولة عن السواقات الموجودة داخل الويندوز، ممكن الإضافة بالزر الأسفل. هذا الخيار طبعا نختار الخيار الأخير وهذا الخيار كما هو. وبالنسبة للمعالجات نقوم بتشغيل جميع المعالجات كي تصبح اللعبة سريعة لدينا. طبعا هذا الجهاز رام 8 ومعالج أدرينو 710، ممكن طبعا اختيار، يعني إذا كان الجهاز أقوى ممكن تشغيل ألعاب أقوى وأفضل. نضغط على زر الصح كما شاهدتم، ومن ثم طبعا نقوم بالدخول إلى الويندوز عن طريق السهم الموجود بالأعلى. ننتظر قليلا حتى يتم تحميل جميع الإعدادات. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا لا يحتاج شيء البرنامج، فقط هذه الخيارات بالبداية، خيارات سهلة وبسيطة. وطبعا سنقوم بإضافة اللعبة إلى سطح المكتب
وتعديلها بالخارج. سنريكم طبعا خطوات جدا مهمة بالنسبة للبرنامج. يفتح لدينا الويندوز بهذا الشكل كما تشاهدون. سأقوم بإلغاء الماوس العادية وتشغيل الماوس الأساسية بالويندوز. طبعا أذهب إلى الإعدادات الموجودة هنا، وهذا الخيار مسؤول عن تكبير الشاشة كما تشاهدون. طبعا الألعاب ممكن وضعها في ذاكرة الهاتف، أنا وضعتها في هذا المكان كما تشاهدون. هذه اللعبة ندخل إليها. طبعا لواحق AXE التي يقوم بتشغيلها، يعني لواحق الكمبيوتر الأساسية. هذه اللعبة طبعا نضغط بزر اليسار ومن ثم اليمين وتظهر هذه النافذة ونختار هذا الخيار. كما شاهدتم طبعا أصبحت اللعبة بشكل اختصار على سطح المكتب. أيضا اللعبة الثانية نقوم بوضع لها اختصار على سطح المكتب كي نقوم تشغيلها بالخارج، يعني هنا لا نحتاج إلى الدخول إلى اللعبة كل مرة، فورا من الخارج نقوم بالدخول إليها مباشرة. كما تشاهدون طبعا تم الإضافة. نعود إلى الصفحة الرئيسية، نضغط على خروج، نحدد طبعا 3 شخطات بالأعلى كما تشاهدون بجهة اليسار، ونذهب إلى شورت كاتس أول خيار. طبعا كل لعبة ممكن تفعيل إعدادات خاصة فيها، يعني مثلا اللعبة الأولى كما تشاهدون نضغط على زر الـ3 نقاط ومن ثم الدخول إلى الإعدادات هذه، وممكن طبعا تكبير حجم الشاشة في هذا المكان، تغيير اسم اللعبة حتى، وتحديد المعالج ودقة المعالج أو قوة المعالج، نختار أقوى إعدادات بهذا الشكل. طبعا هذا برنامج يشتغل على رام 4 ورام 6 أيضا، طبعا حسب إمكانيات اللعبة يعني وإمكانيات المعالج. نذهب إلى الخيار الأخير بالإعدادات ونختار هنا طبعا هذا المربع، ونختار آخر خيار هذا الخيار ونضغط موافق. الآن طبعا نقوم بتشغيل اللعبة عن طريق السهم، يعني ممكن كما ذكرنا تشغيل الألعاب من هذا المكان دون الدخول إلى الويندوز حتى، يعني فقط نضع اختصارات بسطح المكتب ونستطيع اللعب فورا عند دخول البرنامج مباشرة. سنريكم طبعا اللعبة وطريقة اللعب فيها وسرعة اللعبة. طبعا هذه اللعبة متوسطة القوة، نقوم بالتكبير في هذا المكان بالنسبة لهذه اللعبة. طبعا ممكن تحديد القبضات إذا كانت بالتاتش، أو ممكن أنا سأقوم بتوصيل قبضات خارجية. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. هذا الخيار طبعا مسؤول عن دقة الشاشة أو ألوان الشاشة، ممكن طبعا إضافة تباين للشاشة كما تشاهدون المؤشرات والضغط على زر موافق. طبعا ممكن إضافة خيار جديد عن طريق زر الزائد وتفعيل خيارات التباين والاستطوع وهذه الأمور بسهولة. سنقوم طبعا بدخول اللعبة ونريكم سرعة اللعبة واختار شخصية من الشخصيات. سأختار طبعا جاكس ونريكم أيضا تفنيشات داخل اللعبة. Flawless victory.
victory. Fatality. Finish him. إلى هنا ويكون الفيديو قد وصل إلى النهاية. لا تنسونا من دعمكم واللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. نراكم في فيديو جديد. دمتم بخير. سلام.